طيب تعالوا مع بعض برضو نتكلم سريعا شوية على بعض الصحف والأخبار العالمية من خلال المحترف. طيب يلا نبدأ من أسبانيا، تحديدا جريدة ماركا الأسبانية اهتمت طبعا بفوز ريال مدريد بديربي العاصمة الأسبانية وفوز على أتلتيكو مدريد 2-0 وتعزيز صدارة ريال مدريد للدوري الأسباني، وكتبت على طبعا يعني كناية على ريال مدريد لا يمكن إيقافه. اهتمت كمان الجريدة بتعادل برشلونة أمام أوساسونا 2-2 وكتبت برشلونة لا يخرج من الحفرة. طبعا حضراتكم عارفين اللي يمكن برشلونة بيقدم خروجه من الشامبيونز ليج بعد 20 سنة من تواجده في دور المجموعات، لكن برشلونة على المستوى الشامبيونز ليج خلاص خرج وبيلعب في الدوري الأوروبي. كمان على مستوى الدوري الأسباني تعادل مع أوساسونا 2-2. جريدة سبورت الأسبانية ركزت كمان على التعادل اللي بقول لحضراتكم عليه دوت، تعادل برشلونة 2-2 أمام أوساسونا في الدوري الأسباني، كتبت خيبة أمل جديدة. طبعا كان خيبة أمل كبيرة جدا لبرشلونة لأن التعادل جه في اللحظات الأخيرة. كمان الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-0 في ديربي العاصمة الأسبانية ضمن مواجهات الدوري الأسباني، وكتبت ريال مدريد يعزز الصدارة بعد الفوز بالديربي. كمان صحيفة آس الأسبانية ركزت كمان طبعا على فوز ريال مدريد 2-0 على أتلتيكو مدريد تعزيز الصدارة في الدوري الأسباني، وكان ليها عنوان لا يمكن إيقافه. طبعا بتتكلم على ريال مدريد اللي في اعتقاد الشخصي أنه يمكن حسم الدوري الأسباني من بدري جدا، وكمان الدور الرائع اللي بيقوم به كريم بنزيما. اهتمت الصحيفة كمان بالتعادل زي ما قلت لحضراتكم، تعادل برشلونة أمام أوساسونا 2-2 في الدوري الأسباني، وكان ليها عنوان فقط اللاعبون الشباب يؤمنون بالعهد الجديد. طيب ده كان على مستوى أسبانيا. نروح لإنجلترا تحديدا ذا صن الإنجليزية اللي اهتمت يمكن بانتشار فيروس كورونا في مانشستر يونايتد، وكتبت عنوان تهديد كورونا في مانشستر يونايتد. ده كان عنوان كبير طبعا، تهديد او اصابه بعض لاعبي المان يونايتد بفيروس كورونا. صحف ايطاليا تحديدا بقى، نروح لايطاليا، صحف ايطاليا وتحديدا صحيفه كوريا ديل سبورت ركزت الصحيفه على فوز انتر ميلان على كالياري 4-0 واعتلاء صداره ترتيب الدوري الايطالي، وطبعا تعثر وكمان مستفيدا طبعا من تعثر ميلان ونابولي، وكتبت عنوان انتر ميلان يذهب بشكل اسرع. طبعا دي كانت عناوين الصحف العالميه، بتتكلم طبعا على الدوري الايطالي، وان شاء الله هنتكلم على الدوري الايطالي من خلال المحترف.